شو هلو 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 بهاني بالملعب يشرق يغرب مثلك ونترقب رايك يا جمهور نبهاني بالملعب يشرق يغرب ومثلك ونترقب رايك يا جمهور هيا 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 سعيد اطلع بانا راح فيكم مشاهدينا الكرام وحلقه من حلقات برنامجكم الجماهيري وراهم وراهم شو اليوم احنا معاكم في اولى حلقاتنا في دوري اس تي سي لكره القدم من وين من النادي العربي حامل لقب بطوله الدوري للموسم الماضي اليوم العربي يلعب بجماهيره على ملعبه امام التضامن الفريق العنيد والفريق الصعب باين ان الحضور الجماهيري مميز الحين بندش الاستاد ونعرف الحضور الجماهيري ونشوف شنو طريقه دشه الملعب والاحترازات الصحيه كامله في وراهم وراهم شو الحين ندش الملعب شنو طريقه دشه الملعب باركود تطعيم من عند الشباب وتعطيهم تذكره ووين دش الملعب اشكرك انتظار طويل اليوم ثاني يوم لبداية دوري اس تي سي واحنا معاكم اليوم راح نبدي في النادي العربي ومن ثم في نادي الشباب وراح نختم معاكم في نادي الكويت ثلاث مباريات راح نصورها في هذه الحلقة نروح معاكم ونشوف ابرز فقراتنا اليوم في وراهم وراهم شو ونرجع لكم جمهور القادسية جمهور الكويت جمهور كاظمة كله كله ضد العرب القادسية نمبر ون من أول مباراة نمبر ون من أول مباراة نمبر ون وأنا أقول لك مباراتنا المحك لم قدام القادسية العربي قادم 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 أوكي هذا بكرونة كرونة أوكي كنا تيم صح إيه. بس الحين ما يقدر ياخذها أنت تروح المدرسة ألف ولا باء مجموعة ألف ماشي معي حلاوة حلاوة ليربوك أحسن ولا مو أحسن بس شوي هجم أنت توكيا صح الدوري يا غاتسية حامض على بوزك ما تاخذه داخل الملعب خذينا دوريين والله ما أعطونا إياهم شو نسوي بعد أمر الله مو قال بالمشمش بالمشمش يا حبيبي تاخذ الدوري انطرني يا أخي قال لهم شوتوا شوتوا خلنا خسر إذا أنا باخذ الدوري خلنا خسر راح أطقك الجولة الثانية والجولة الثالثة مع الكويت راح أخلص عليهم وما يفيدكم لا تمييز ولا محكمة ولا سكوبشيت ما في عمي ما في ما في خلاص راح نخلص عليكم ما في غاتسية هذا دوري ياخذونه بدون جمهور الجمهور قبس عيل الجمهور قبس مشاهدتها بحيث ان النصر في المواسم الاخيره يقدم الشيء الجميل في خط الوسط يلعب طويله واحده طويله على طول ولكن برا الملعب سعد الضوي يقول ركله جزاء نعم ركله جزاء وبلنتي حق العربي العربي بدايه وبلنتي بلنتي وبدايه هذا الدش ولا تضيع لا دش
الحكم لا سوى كذي يعني جول اقم عليك يعني هذه جول هذه ان شاء الله اول جول اول كم دقيقه العربي باين في ثقه زياده عليه بس الحين ان شاء الله يتعدل حلو الجول يعدل بسرعه هذا يعطيك ثقه ايه سنوسي دش الهادي مو هذا دش كاهيه بس على قلبي يقول الدش دش ان شاء الله الدش ان شاء الله يا الله لا دش ان شاء الله يا ربي ما ضيع الواحد ولا صفر صفر ما ضيع صعبة أنا أقول صعبة واحد صفر أنا أقول ضيع أنا أقول ضيع لا 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 مالك شغل آه. شوف 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 بعد 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 قول واحد صفر وين رايحة وين رايحة النتيجة واحد صفر ثلاثة 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 العربي واحد صفر والعربي شنو بداية زينة بدايتنا راح نستمر على النت لا 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 والله العظيم انت بلدتي تعال يا حق القادسيه نبي القادسيه موضوع نبيد هنا نبيد انت شو تشوف شكل الفريق هالسنه زين السنه زين وان شاء الله السنه الجايه بقياده عبد العزيز العاشور الله يحفظه والله الفريق راح يستمر كذي طول عمره زين ورقد وامن السنوسي السنوسي الهادي المرور الله الله لا 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 والهدف الثاني والهادي السنوسي جول جول حلو حلو وجميل وافضل جول بالدوري للحين لا 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 ما في مجال الدوري بلش اليوم وراح ينتهي عرباوي 100% ان شاء الله اول مباراه اليوم حق لا 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 مو اول مباراه هويه البطل مبينه من اليوم والله تمنيت ان هدفنا الاول ما يجي بلنتي عشان المشككين ما يقولون والله حكام والعربي لا عيلك المشككين انت شككين مسوي لك ازمه اكيد جمهور القادسيه جمهور الكويت جمهور كاظمه كله ضد العربي اهداء حصري فالنا الكاس والدوري والكل يشجعنا وجمهور الاخضر يشيل ويطربنا حب الزعيم دايم يجمعنا وصقور الملعب تلعب بالتكتيك حلو هذا العربي هذه للعربي كلهم العربي جاي العربي جاي وجاييكم وان شاء الله الاسبوع الجاي الفوز على القادسيه باذن الله عطني انا سلطان سلطان نعم هناك بس شوف 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 مسك واضح نعم مسك واضح واضح على سلطان العنزي نعم ركله جزاء يناظر ويطالع ويشوف ويصوب الله 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 بلنتي حق العربي اول بلنتي دش ماذا عن الثاني؟ الثالث ان شاء الله. انا اقول مباراة فيها ثلاث بلنتيات صعبة. انا اقول الغاية. تضيع 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 تضيع. شنو الفكرة الثانية الحين؟ فكر منو؟ غادسية. غادسية تعال. تعال ياي تعال ياي. كلهم. غادسية. لا صوت عالي. ما اقدر ها صوت اختفى. تقدر تقدر. 3-0 غادسية 3-0 خلص اليوم انت خمسة انت خلص اليوم خلص خلاص 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 خمسة هذه خمسة 3-1 شو الوضع اليوم 3-1 وبعد نبي 4 و5 و6 احنا خلاص بس طماعة حلو بس الحين حامل لقب داش بقوة بعد يتحمل اللاعب جاب لنا دوري بعد خلاص جمهور العربي شي طبعه حلو طماع نمشي خلاص القطار ماشي حلو القطار الحين تشوف نفسك هالسنة شنو منافس ان شاء الله بعد الدوري ايه بعد كاس يعني انت تشوف نفسك منافس طبعا وجود الكويت القادسيه وجود كل الفرق مع احترامي حق كل الانديه الثانيه بس العربي هالسنه ما يشوف احد كلش مباراه كاس الامير هذه كانت بطوله مؤجله تحصيل حاصل يعني مستواك اليوم زين زين يعني صدقني هالمستوى صدقني في 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 مستوى للحين في وي للحين ما طلع في وي ما طلع للحين ان شاء الله بيطلع متى السبت الجاي انت الاسبوع الجاي عندك شنو دير ساويه عبارة تنصدم منه الغتساوي تو فايزين عليك مو مشكله عليه بالعافيه ديربي ديربي مباراه ما لها مقياس ترى صحيح لو انا الاخير وهو الاول او العكس ما تدري من اللي يفوز نبي انت وجمهور العربي شو تقولون حق الغتساويه العربي يقول لك يا الغتساوي يا نادي الغتساويه الدوري الدوري يا غادسية حامض على بوزك ما تاخذه الدوري خلاص يا المنصورية بيتم هني ليه ان شاء الله 20 سنة جدا نسمع شيء نسمع هتساوي تشتوري هالسنة ماكو دوري هتساوي تشتوري هالسنة ماكو دوري هتساوي تشتوري 3-1 وهذا شنو الرابع واحد هل انت اليوم زين لا جيد بدأ جيد الدوري جيد يعني جيدة بداية ومقبول
لا لا مقبول طايح طايح فوق جيد جدا يعني ها الاشعار بس مقبولين كبدايه. شنو اليوم ناقص العربي؟ التهديف. تهديف ثلاثه بس كانوا يبون اكثر ممكن. وشو بلنتيين منو انت حاط بلنتيين؟ اي بس مستاهلونهم بلنتيين. مستاهلون صح بس يعني قاعد اقول لك التهديف كم كره الجيم الاول؟ ثلاث كور الجيم الاول خطر قدام الجول العربي. مو قاعد اقول لك اول مباراه يعني المستوى جيد وان شاء الله للاحسن مباراه جايه. شنو تتوقع من هذا الفريق؟ ان شاء الله حافظ على اللقب ان شاء الله. وجود الكويت والقادسيه وجود سالم يحافظ عادي على هالمستوى. الانديه الثانيه ما هي احسن مني، بالعكس العربي احسن مني. حلو العربي انت عليك ضغط انت حامل اللقب. اي هذه اكيد لازم عندنا الحمد لله دكه بدلاء هذه اهم شيء بالدوري، يهمك دكه البدلاء. حلو والعربي عندك احتياط زين العربي موفرها وان شاء الله الدوري خالص حق العربي. وحاط العلم اليوم ها كاشخ 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 بعلم العربي. ثلاثة واحد وبعدين تشوفهم شيء خلص ثلاثة. هذه مو مهمة أسبوع جاي الأهم. لا 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 نراوي من بداية الدوري ندور مشاكل نراوي من بداية الدوري. أنت مو ذاك اليوم فايزين عليك القادسية؟ فازوا سوء تحكم سوء حكم. سوء تحكم ولا سوء تحكيم؟ فازوا سوء تحكيم سوء حكم اللي هو بس الحين يبقى غيرون حكم. حلو نلعب بالملعب يشوفون اللعب. حلو راح نفوز عليهم أكيد 100%. ما يصير يعني أنت كم سنة القادسية يفوزون عليك؟ كم سنة؟ مو كلها تحكيم. انت بطل دوري ما فزت على القادسيه. احنا بطل بلا خساره يعني اكيد فزنا على القادسيه. شو ما فزنا؟ ما فزنا تعادلنا وياهم ما خسرنا. اي بس ما فزت عليهم. اي بس ما نخسر عليهم. الحين انت قادر على القادسيه؟ قادر بغمضه عين اكيد شربت ماي القادسيه ما نشوف شيء. لا لا والله ما نشوف شيء. شوف 3-1 هذا بس مقبلات حق هذا جول هذا الرابع مقبلات حق قول لهم اليوم مقبلات. ايه العشاء وين؟ العشاء العشاء مع القادسية بعد المباراة. بعد المباراة ايه مو قال بالمشمش بالمشمش يا حبيبي تاخذ الدوري انطرني. ماكو احد ما نشوف احد احنا بس العادين دايسين. ايه نتيجة شنو؟ مرضي زينة. زين متوقعة؟ لا متوقعة. اداء الفريق زين؟ تو الناس اهل. كم من 10؟ يعني اعطي 7. ايوه ليش شنو كان المشاكل؟ والله اليوم الشباب تضيع يعني. حلو شنو ثقه زياده؟ مو ثقه يعني المفروض تحترم خصمك يعني. حلو بس الخصم زين يعني الخصم احرجك اول مباراه. اي زين صح بس يعني لا بس هذا الرابع هذا الرابع قول لهم ما رايح الاسبوع الجاي وين؟ لا 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 شوي تعال. ايوه تعرف القادسيه زين صعب على ملعبنا اصعب. حلو بس نتمنى ان شاء الله عدد نقاط 4-1 نتيجه شنو؟ ما توقع. لا 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 احنا متوقع البدايه ما توقع بالبدايه بس احنا المفروض اكثر. والله المفروض اكثر. لا لا ضيعنا وايد. لا والله ضيعنا وايد مثل ما التضامن ضيع وايد. احنا ضيعنا وايد. كم انفراد ضاع وكم كره ضاعت كم لعبه ما اكتملت. مالك صعب هالسنه وين عليك صعب؟ انت حامل لقب. حامل لقب اخذه مره ثانيه؟ لا 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 اخذه ثانيه مثل ما اخذيته الموسم اللي طاف. اقدر بس العام ظروف والسنة ظروف. شنو ظروف؟ إنه ما ظروف هس ليه هالسنة جاهزين القادسية جاهز لك. القادسية أنت بتلعب الأسبوع الجاي ويا منو؟ ويا القادسية. حلو ما تخاف القادسية؟ لا الخشب وخايف وخايف ولا راح أخاف. أنا بقول لك شغلة أنا بقول لك شغلة دائما أقولها ورد أقولها الحين. أنا مو لازم أفوز على القادسية عشان أخذ دوري. يعني تعترف إن أنت ما تقدر تفوز على القادسية؟ أقدر أفوز عليه العام بس عليه. بس لا لا العام ما فزت عليه وخذيت دوري بدون خسارة. أنا مو محتاج. هما هذه حجتهم هذا عذرهم. حلو. ان انتم ما فزتوا على حالاته تفوز عليهم مو حالاته. انا بالنهايه قاعد العب عشان شنو؟ عشان كاس عشان الدوري. انا لما ناخذ الدوري مو لازم اطقك. انت بالنهايه راح تكون تحت. يعني احتمال الاسبوع الجاي تخسر. خلنا خسر اذا انا باخذ الدوري. خلنا خسر. واليوم شنو؟ عيد. اليوم العيد 4-1 حد على اللي شاف نتيجتك بالشوط الاول قال انت راح تخسر او تعادل. لا يا حبيبي نظامك كان زين. يا ادري بس احنا عندنا ميشا بالجيم الثاني يعرف تكتيك ويعرف يبدل. حلو. يعني نزل سلطان كان موجود ونزل شو اسمه السوري ونزل سيف الحشان. ايه. ضبط الشغل. ابو سعود معانا تضامن فريق متطور ومحترم عليه. ايه. انا مو هذا اللي ابيه. لا لا شوف انت شوف شنو تبي؟ مو تبي لا 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 ابو سعود اول شيء انت العام اخذت الدوري فزت على القادسية؟ ما فزت على القادسية. حلو قبل كم يوم بالكاس قبل 3 اسابيع فزت على القادسية؟ لا
بس حلو بس هاتون ما يخالف قول ان شاء الله لا. ممكن احتمال مو تقول انا ابي القادسية لا انا ابي ايه؟ هذا القادسية ابي على شنو رافعين نفسكم يا انا كله يفوزون علي قادسية ايه؟ انا بطل الدوري مساحتك بالدوري وراح نهيك بالدوري الجديد هذا ايه؟ ما في شيء انت الحين راح انا باذن الله خليك انت راح انا بدايتي وبوابتي هو نادي القادسية المباراة الجاية حق اللقب هذا هو حق اللقب وبعدين خلاص قادسية العسل اللي كنتوا فيه انتهى خلاص الزمان العربي ما في الحين الزمان زمان والمكان مكاننا وما في شيء اسمه القادسية شوفوا يا جماعة هذا واحد من جمهور العربي عنده امتحان ها اي صف انت تاسع ما شاء الله زين ليش جاي المباراة ما يضل العربي لا 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 العربي قايلين لك لازم تدرس ها شنو الامتحان سماعيات بعد ايش طلعت فيه عاد الحين هلا قدرت تدرس بالنتيجه هذه اربعه عادي بس مستانس اصلا طاقه راحت لي العربي فايز بس حلو يعني تحضر حق العربي حتى لو امتحان حتى لو فاينل حلو ما تطوف مباراه يعني فاينل شو تقول بعد هالاربعه ما نبي كتيبه اربعه من عشره لا لا كامله كامله ان شاء الله يلا موفق يا رب اجمعين اليوم شنو أربعة ما نبي الواحد خلي عليهم بالعافية أسبوع الجاي لا 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 نوكل هدي ايه؟ أنت من متى تفوز على القادسية ما سمعت من متى تفوز على القادسية ما تقدر لا وين ما فوز تو طلعك بالكاس الموسم اللي طاف شنو مو ايه؟ كسرنا عظامه ايه بس ما فزت عليه بالدوري أخذت الدوري ما شوف الجنود يلعبون جنود ما في أحد يسوي دعاية بطاط همبرجر تشيكن ما أدري شنو حلو قول لهم قول حق الغدسية شو تقول لهم أبي رسالة حق الغدساوي قول لهم أنت خايف ولا مو خايف الغدساوي أنا مرتاح حط عينك بعيني عدل بس هذا اللي أقوله انتهت اليوم برباعية حلوة نتيجة كبيرة جميلة ولا يعني مش جديد على العربي الشوط الثاني تغير أداء العربي كنا افضل ايه افضل من الشوط الاول افضل من الشوط الاول بوايد افضل بوايد شنو كان التغيير سنوسي ايه من دخل الشوط الثاني وسيف الحشان بعد سيف الحشان من دخل كم من عشرة تعطي الفريق ثمانية الى تسعة ايه الشوط الاول 2 من عشرة لا خمسة ايه انا حلو كم تعطي نفسك كمنافس حق الدوري 100% انا بطل لا 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 بطل دوري لا 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 انت خلينا نقول لك انت ان القادسيه والكويت هي السنه القادسيه من القادسيه متاخر مره في تاريخ الدوري سؤال انا اطرح نفسه القادسيه متاخر مره سؤال يطرح نفسه انت متاخر مره في القادسيه ها انت متاخر مره في القادسيه من قال ها شنو السنه صح ما في سنه نبي طاف كاستمير خسرت والعام ما في سنه اي ولا هو فاز علي بس انا بطل دوري مكر ولا خساره حلو. ويا ويله اللعبه الجايه وأربعة واحد اليوم شنو مع الرأفة لا 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 مع الرأفة شوط الأول ما كنتوا زينين شوط الأول زين شوط الأول هم زين مو يعني بس زوين شوط ثاني كلناهم بعدين أسبوع الجاي يا ويلك الجاي لا 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 يا ويلك الجاي أنت تدري منو الأسبوع الجاي منو قادسية ذكرني بي قادسية اللي ما فزت عليه منذ سنوات إيه قادسية اللي بالدوري ما فزت عليه من زمان أعرف القادسية قادسية اللي طلعك من كأس سمو الأمير كافي ياما طقينا من القادسية أوه زمان لا ليش الحين ياما بكوس ياما نسيت الكاس مع نسيت الهاتريك المسوي الله قديم أنت قبل قديم الحين شو تقول لهم القادسية أقول أنت تعليقي. منافس قوة بكل قوة حلو والدوري طاف يشهد نعم الحين حامل لقب نعم تحتفظ ولا يروح لا ما يروح بالمنصورية قول لهم قاعد بالمنصورية ما يروح قول لهم أنا بطل الدوري العام وهالسنة شنو يمكن أطلع الثاني ثالث لا الأول ما في رتال الأول ما في رتال بس انتهت المباراة وشنو فرحانين اليوم رباعية الحين شنو رباعية حكي وين السبت حكي عند القادسية عند القادسية يبا شوف انا ايه؟ ما ابي اقول ان مخلصين عليهم ايه نعطيهم فتشة وشوي شوي شوي كذي ندلدقهم بعدين ها نعطيهم يبا انت زين فزت علي اخر مره تذكر واحد شلون زين هم مكسرينها عليك لا وين مكسرينها عليك انت اخر مره تذكر فزت على القادسية يبا انا ما ابي افوز الدوري العام ما فزت على القادسية يبا انا بس شنو ماخذه بدون ولا خساره ايه قول لهم ايش راح تسوي فيهم ايش راح تسوي هذا شنو يعني همهم ناكلكم جي ناكلكم اندلدغ وناكل اندلدغ وناكل انشد والرخي يبا تعال شوف هذا الملعب يعني يوم السبت راح يشهد
ما في عمي ما في ما في خلاص راح نخلص عليكم ما في قادسية ما في قادسية ما في قادسية وحق اللي يقول حرقناهم راح نشويكم تشوي احنا ما نحرق نشوي 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 حيل عمي روح روح وصلنا معاكم الى المباراة الثانية الكويت واليرموك على ملعب نادي الكويت روح معاكم نشوف الكويت اليرموك في وراهم مراهم شو في ار سيد علي محمود صافر وعد بشاب يلعب كرة إلى كارلوس بيتقدم بيحطها بالجول الله فهد كمين في محاولة يحافظ على الكرة لكن التحام حصل مع المشيمي أدى إلى وجود ركلة جزاء وبلنتي حق الكويت بعد شنو بعد ما كنت خسران 1-0 صح ممكن شنو تعدل تعدل نتيجة اليرموك اليوم فاجئ ابو سعيد احنا بدايه الدوري لازم انزين انزين كل فريق بيجتهد كل فريق بيقول دش ولا ضيع لا لا ان شاء الله جول انا اقول ضيع لا لا جول جول من الفيصل زايد ايه؟ لا جول 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 ايه؟ بس يعني ليه دقيقه 36 انت مو زين انا ايش قاعد اقول لك انا بدايه الدوري الحين وهذا فكل فرق مستعده شويه ونادي الكويت يعني ونا... ها جول لا جول لا انا قلت لا لا جول كشوف ضاع 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 ابو سعيد جول 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 حلو 1-1 1-1 شنو يعني 36 دقيقه لا بد ان يعني ما يصير بعد فريق قدامك ما يقول عليك تبي انت بس تقول انت مو زين انت قاعد تصارخ صار لك ساعه انت ماك ما في احد من اللعب الا انت اللعب ارتجالي تحضير وايد ما تشوف يعني هجمه منظمه ما يعني مدرب اول مباراه رسميه له مفروض شوي تصبر مو جديد على الكره الكويتيه هو حلو اه مو جديد اوكي مو جديد بس درب منتخب مدرب منتخب هذا من الاحسن مدرب يدرب منتخب ولا نادي حلو زين زين منتخب زين فمعناته انه شنو يعني انت اليوم تشوف مشكله فنيه انا للحين ما اقدر احكم ابو سعيد لان بدايه الدوري انا ما اقدر احكم تعالي نص الدوري يبين والحذر موجود والكره محاوله الى سامي الصانع اللي صالح نادي الكويت تنحط بالراس يوسف ناصر الله واثنين واحد وشنو وي خير عليك اي والله وي انت اول ما قعد حط الجول بعد ما صادوك اليوم اليرموك حرجوك شوفهم لاعبين دفاعات لا 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 بالشوط الاول كان وين اي شوط الاول حتى الشوط الثاني ضيعوا فرصه لا لا كره واحده بس اللعب ها كلها دفاعات فريق كامل بس واحد مهاجم بس قاعدين يلعبون على المرتدة بس وين يعني انت مستواك لا مدرب جديد محترفين مستوى ما في كل ما ليش هذا دوري مو كاس ما في مستوى حالي ليش ما في والله اسأل الإدارة شو المشكلة انت تشوف انت تعرف ما شاء الله وتحضر وايد انا عندي بالنسبة خلاص هذيل انتهوا طلع اللي تحت عندك تحت 20 عندك لاعبين مو وايد كبار لاعبين مو شياب لا لا لاعبين لا مو شياب بس خلاص طلع اللي تحت لمتى تبي تخليهم دماء جديدة دماء جديدة خلاص عرفوهم الناس كلها يعني كل الأفريقيا عرفوا اللاعبين خطة الكويت وهذا يعني يوسف ناصر ايش حقه حاطه عندك يعني كذا ما بيذكر اللاعبين عشان شوفي ناصر هو اللي حط لك حط الجول ما عشان يعني تلاش حط الريال توداش شوال ثاني لمسه حط لك جول حط جول واحد ويضيع 100 جول شبي فيه أنا لصالح نادي اليرموك نغلى إلى كارلوس أندريس الانفراد ممكن يحطها بالجول ممكن يحطها بالجول الله مقطوعة زنكي بيحط الكرة قوي الله هاد رد السلام ها يا أخي قال لهم شوتوا ذبحتونا والله على قولك هذيك العراقية والله ملينا أهل يقو يا أبو سعيد فريق يحترم يرموك يرموك إلا صادكم فرق
احرجك. لا لا احرجنا طبعا. انت ليش انت؟ انا ادري ان هذا سريع. حلو اوقف واحد بس سامي. لا غلط. مدرب ما عرف يتحشى. قولتي ما يعرف يتحشى. يعني شنو المشكله اليوم فنيه؟ لا المشكله انا اقول لك انت شوف الهضيم. هل احنا لما نهجم ثلاث دفعات ولا اربعه؟ تسعه. الفريق يبي ياخذ منك نقطه، يبي يغلبك اكيد. حلو. انت شو تسوي؟ مدرب معروف لعب اللاعبين اللي يمشون خطتي. لازم يقرا قصدك الفريق. يعني هذا المحترف لازم تقراه مال اليرموك، ما تخلي بروحه لان اكل لاعبين. هذا صيد اسد. 3-2 وماشية معاك حلاوة. ماشية معي حلاوة. حلاوة اليرموك احسن ولا مو احسن؟ بس شو يهجم انت توكيا صح؟ لا انا من اول المباراة ثلاث هجمات. وشفت محترفهم سوق من راين فيليبس باص من الدفاع ما شاء الله يفتح غاز. مو اللي تكسب وشو؟ لا 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 اي صح هذه اتفق وياك صادقكم. لا مدربهم حيدر يعني ما عنده الا اللعبه واتقنها صح. صحيح. انت تمسك اللعبه هنا 10 دقائق باص واحد يمسكها الخال ما شاء الله عليه وينطلق. كل اللي ماسك اللعبه هو اللعب كله لي انا. اي بس انت نادي الكويت محترفين مدرب على العين والراس. على العين والراس المفروض افضل. معلش المفروض افضل. صحيح. بس انت تلعب ضد 9 دفاع. كم تعطي نفسك يا عزيز؟ كم تعطي نفسك اليوم؟ 6 من 10. ومعنا ابو غازي. وشنو وقفتوا تشجيع لان شنو صار احباط؟ شفت ان اليرموك احسن صح؟ لا ما صار احباط. احنا عندنا لاعبين رجال بالملعب. ابو سعيد احنا وقفنا شوي بعد 10 دقائق طالعين في عندنا مباراة سلة 7:30 ما شاء الله كاظمة. يعني بيطلع مني بنروح صباح السالم. توزع المجهود ها؟ شو نسوي بعد؟ الله يعطيك. بلا ما فرقنا يلعبون لازم ندعمهم ونشجعهم. اي صحيح. اي نعم. اليوم شو تشوف الفريق؟ زين؟ لا مو زين. انا جاوب عنه. لا زين. مو زين. بس ممكن اول 10 دقائق او ربع ساعة فاجئونا اليرموك بالهدف الاولي، لكن شوف الجيم الثاني 25 دقيقة اللعب لنا، ترى ما بين حميد القراف الا بالجول. انت مو عارف ان انت الفرق اللي قدامك تبي تلعب تدافع قدام شيء طبيعي. اكيد. لان انت فريق قوي. هذا كنا جول؟ مع ان الجيم الاول وصلنا وحاولنا ان نقول ما قول. اليرموك كان جريء اليوم. لازم ما سكر. لازم الفرق هذه يعني مع احترامي لهم التضامن اليرموك في البدايه تلقى يمكن يسكر 10 دقائق ربع ساعه يجلس نبض اللي قدامه بعدين يفتح اللعب. اليرموك من الفرق اللي مؤذيه فعلا. واليوم شنو احرج اليرموك؟ احرج الكويت صح؟ صح وايد. اي والله. ليش؟ شنو السبب؟ شنو تشوف انت اليوم مشاكل الكويت؟ وين المشاكل في نادي؟ انا اشوف انه ماكو مشكله معينه بس اول جيم. بس سعيد انت ما شاء الله يعني خبير بكره القدم. اول لعبه دائما مع مدرب جديد للحين ما حط افكاره بالملعب. زين المفروض انه تقرا في الشوط الثاني افكارك الفريق الثاني صح ولا لا؟ زين الشوط الثاني نفس الجول اللي دش الشوط الاول دش الشوط الثاني. الثغره واضحه. اتوقع الثغره واضحه حق اي واحد قاعد يتابع مباراه. خط الدفاع مفكك يعني ماكو شيء. خط الدفاع يبيله ترميم ويبيله تضبيط اكثر من كذي. مع ان على مستوى الاسماء اتوقع الرباعي اللي لعبوا اليوم وهم الافضل موجودين يعني. حلو. لكن اشكر اتوقع هذه الثغره اللي لازم الكابتن نبيل معلول يشتغل عليها حق المباريات الجايه. 3-2 وشنو امورك زينه الحين؟ زينه. عقب ما كانت شنو مو زين؟ مو زينه صراحه. ليش؟ عطني السبب. قول لي اليوم انا مو زين لانه 1-2-3. لا انا اقول لك اول واحد ارلستر هذه راحت اشوه. اول شيء كان التشكيله مو زينه صراحه بدايتها. انزين بعدين من المفروض كان يكون موجود؟ لا هذه تشكيله زينه يعني. يوسف ناصر تبي كان لعب اساسي؟ لا يوسف يعني وقته صح كذي يوسف لان اعتقد انه مصاب يوسف. وهذا عندنا كاني ما شو اسمه هذا المفروض ينزل. مفروض المحترف هذا المفروض ينزل لان عندهم هني ما شاء الله عندهم مدافع هني هذا طويل هذا مضيع الشباب هذا رقم 44. اي فكان مضيع الشباب واللي نزلوا فيهم الخير والبركه صراحه. اللي نزلوا شنو المشكله بالتشكيله؟ أو كبنية فنية كبداية تشكيلة كالبداية تشكيلة. بعدين دشوا بالجو اللعب. أنت تفاجأت من اليرموك ولا كنت متوقع بصراحة؟ لا ما أمس قاعد يقولون 4-0 و5-0 حق الكويت. أنا انصدمت أول ما حطوا 1-0 قلت هذا 4-0 كذي. أنا انصدمت. مرت تقريبا دقيقتين. يوسف الرشيدي بيحاول يمر يوسف الرشيدي بيحاول انفراد وفيها ما هو القرار؟ الصفرة ركلة جزاء اللي يزيد الأهداف. مهدي بن رحمة وقول 4-2 وعدت شنو حلاوة معلك. حلاوة. حلو ما كنت زين.
اول مباراه كمستوى ما في مستوى بصراحه، بعدين بس الفوز بهالمستوى هذا نعمه. حلو، يبقى نادي الكويت فريق كبير ومنافس قوي على الدوري ان شاء الله. حلو. انت ايش تقيم نفسك اليوم؟ والله كبدايه كمدرب جديد نتامل فيه كابتن معلول الخير. حلو، راضي ولاعبين، يعني في عندنا تبديلات، في عندنا لاعبين جدد على النادي وان شاء الله متامل الخير. حلو، يعني لي قدام افضل، قدام افضل. حلو، اول مباراه بالدوري. حلو، ان شاء الله. يعني يوم اول مره تحضر وياك؟ ها مريومه. مريومه شو تقولين على المباراه؟ شلون جو المباراه؟ حلو ولا لا؟ حلو. بتحضرين بعد ولا لا؟ تقولي با يديني صارت حمراء من التصفيق، وين يدينك؟ ما شاء الله، الله يخليها لك. الله يبارك فيك عزيز وغالي. معنا طبعا الكابتن علي الكندري مدير لعبه العاب القوى، واليوم حاضر القدم، مشجع القدم اكيد فريق. شو المستوى؟ والله المستوى من اول مباراه يعني يطمن، احسن من المدرب السابق، وفي نقلات وهذا، بس تدري نادي اليرموك 11 لاعب دفاع، فما شو المشكله يعني؟ هذا بعد اللي تكسبه لعب اي ما يخالف، بس لا يعني احرجوك شوط الاول؟ لا، طول المباراه احرجونا. ليه الهدف الثاني الكويت يعني وضع كان صعب. لو الهدف الثالث مباشر انا اقول لك، لو متاخر الثالث تنتهي مباراه تعادل. انزين انت كابتن الحين لما تدش مباراه تدري ان الفريق اللي قدامك بيخطف من قدامك حتى لو نقطه؟ نعم صحيح بالضبط، فلازم تكون عادل العده حق هالمباراه. اكيد، بس لما انت 11 لاعب دفاع مهما تسوي، لو بطوف واحد اثنين ثلاث بيك الرابع الخامس، فما صعبه على المدرب. وانا اقول لك مباراتنا المحك قدام القادسيه، اقول لك معلول غير من بس ما تحس ان انت قدام في تغيير فرق تنضغط لان انت مطلوب منك اللقب؟ دائما نادي الكويت هو صاحب بطولات، لو يباري فريق عفوا على الكلمه من برا تحت ضغط بيصير. الله تحت ضغط. شنو هذه زانه ولا حواجز؟ لا وث تسوي وث. يعطيك العافيه حبيبي، الله يعافيك. القسم الثالث من الحلقة، القادسية والشباب على ملعب الشباب. القادسية من الفرق المرشحة لدوري اس تي سي، نروح معاكم نشوف القادسية والشباب في وراهم مرام شو. يعطيه الاذن ويبدا المشوار بسم الله وعلى بركه الله. قدم كره دفاعيه الان عيد الرشيدي، وهذه كره ملعوبه جول. 1-0، والقادسيه اليوم بحضور جماهيري حلو وقوي. لا، الحضور الاكبر بالجوله. حلو، القادسيه اثبت ان الحضور الاكبر بالجوله هذه. حلو، ايش ناوي عليه؟ انت مو حامل لقب كذي، انت مو حامل. كلهم حامل مو حامل، بشهر الرابع بشهر السادس ما عندي هاللقب، تأكيد الزعامة القادسية ياي، راح نحطهم بحجمهم الصحيح ونقعدهم نفس ما قعدناهم كان سمير. قادسية بعبع الأندية هالموسم وكل المواسم، احنا اللي نقول شنو احنا نقول شنو رتب البطولة، احنا نرفعها واحنا يعني شو تقول؟ انت موجود هالسنة، انت راح تاخذ البطولة، قول لهم. انا اقول لهم دوروا على المراكز اللي ورا، القادسية نمبر 1 من اول مباراة، نمبر 1 من اول مباراة، نمبر 1 من اول مباراة وثاني مباراة لنهاية الموسم. القادسية جاي حيقش على قولة المصريين. يسلم للضفيري لعيد، عيد بيصيدها، عيد 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 بيحاول جول. منو زعيم الكرة الكويتية؟ منو ملكي الكرة الكويتية؟ الأصفر. يعني أنت تقيم نفسك هالسنة منافس على الدوري؟ ولا بطولة. حلو، ولا بطولة. واللي فايزين أربعات؟ الكويت أربعة، العربي أربعة، أربعة خمسة ستة. إيه؟ مع القادسية غير، ولا خسارة ولا أحد راح يجاب القادسية. أنت من زمان ما أخذت هالسنة ولا بطولة راح. أنت من زمان ما أخذت هالسنة. القادسية بطل إن شاء الله جميع البطولات كله. هاي الواحد يعني بتاع كله، أنت بتاع كله يا العرباوية. هالسنة القادسية نفس ما طلعكم من كأس الأمير، الوعد وين؟ بحديقتكم، الوعد بالحديقة. نطرونا يوم السبت إن شاء الله وتشوفوا القادسية، تشوفوا النتيجة، وهذا لكم إن شاء الله. وللحين 2-0، وشنو؟ القادسية اليوم بداية شنو؟
زينة بداية لا أكثر من زينة أكثر. أنت شنو تأي من بداية الدوري غير أنك تفوز؟ الفريق ضاغط جولين تسلل الحين 2-0 والغاتية قاعد يتحكم برتل المباراة. المدرب مبين أنه فعلا في شغل الشهرين اللي في تكتيك اليوم في تكتيك ما تأثر القادسية بحد ما يتأثر بحد الغاتية ما تأثر باللاعبين اللي من عمر الدنيا ما يتأثر بأي لاعب من أول لاعب لأخر. القادسية ما وقف على جاسم يعقوب فيصل دخيل ما راح يوقف على غيرهم. المدرب مبين عنده فكر الشهرين هذول شغالين صح. القادسية قاعد يتحكم بالرتم قاعد يصعدونه وينزلونه نشوف جولين وفي جولين تسلل بالتالي في بداية جيدة للقادسية. الوعد إن شاء الله تعطي نفسك من 10 إيش كثر التمام صعب ولكن انا اشوف ان الغاتسيه وصل لي حتى 9/10 الاداء فوق الممتاز ورساله حق المباريات الجايه الاثنين ان شاء الله باذن الله تعالى بيستمر هذا الاداء. الغاتسيه راح يسم الدوري قبل لا ينتهي بمسافه كبيره يعني. واليوم شنو شغلك مرتب شغلك مضبوط مضبوط 2-0 بدايه حق شنو هاي بدايه حق الدوري بداية حق الدوري بداية عشان ناخذ الدوري ان شاء الله حلو بالملعب ناخذ الدوري حلو. انت بتستوعب ان هالسنه في فرق تنافس وين فرق في حامل لقب العربي شوف منافسه الحين احنا الكويت ما كملت ايه. احنا بس الحين ايه. نحاتي الكويت بس وفريقهم الفريق زين ها والله والعربي انا كلامي واضح نحاتي الكويت مو كيف كلامك واضح حامل لقب كلام حامل لقب اونلاين شلون انت مساء الله. انت على اي اساس كلامك كلام واضح بين هذا الفريق اللي قاعد تحكي عنه ثاني مباراة والكاس الأمير قلبنا الباب وين حامل وين حامل الدوري غير وبالكاس وين حامل لقب مالك يعني ما دي الثقة اللي انت تسول فيها كأنه كل سنة تاخذ دوري انت من زمان هادي بس من زمان والنعم فيك بس كنا ماخذين دوريين احنا ما عطنا داخل الملعب خذيناهم اي والله هني الحكي اي هذا الحكي حلو داخل الملعب خذينا دوريين والله ما عطونا اياهم شو نسوي بعد امر الله قول لهم لا مو اقول لهم انت الحين انا اسالك الحين انت شفت المباريات كلها هذه اخر مباراة بالجولة ايه. عدل ايه. منو أكثر حضور جماهير قادسية ها قادسية مشكور بس واليوم هالشيلات الحلوة هالجمهور الحلو حضور قوي أكيد الحمد لله شيلات قوية أكيد يا أبو سعيد وما بعد قاعد تتكلم عن جمهور القادسية حلو بالآخر قاعد تتكلم عن جمهور القادسية يعني تقول شيلات حلوة حضور حلو. زين وين اليوم بالأغاني هذه مو أول موسم يعني مو أول مرة يعني من سنين جمهور القادسية معروف هو الجمهور الأول بالكويت وأنا أي حد يقول غير هالحكي يعني ما أسمع له أسكر أذني على طول حلو أنت رايح حق العرب الأسبوع الجاي يعني. أكيد رايح واثق أنا اللي أبي مو يبي حامل لقب يبا شوف ما راح تراجع نفسك بس سعيد خليني أقول لك كلمة العربي مشكلته تدري شنو مشكلته غروره يطيح دائما حلو. لا تنغر يعني انت حتى لو اخذت موسم الطاف الدوري بعد 20 سنه دامت 20 سنه ما اخذت الدوري خليته موسم الطاف لا تفكر ان هالموسم انت راح تاخذ الدوري يعني هاي صعبه عليه صعبه اي كل 20 سنه ياخذها مره بس حد اخره هذا اخره ويانا 2-0 وهذا شنو هذا لا راح ثاني شنو انت اليوم شو تقيم فريقك كبدايه قدام الشباب الحمد لله ما اقول لك والله مو عاجبك الفريق لا والله ها ما عرفنا العين عاجبك ولا الفريق الحمد لله ماشي قطاره حلو وان شاء الله الدوري بحول لي الله اكبر من اول مباراه الدوري بحول الحين قول لنا ايش رايك باليوم بعدين نقول وين نروح الدوري مين حيقول لك يا الدوري بحول لي اليوم حلو. الحمد لله ماشي على خطه مدربنا على اي اساس انت تقيم نفسك ان انت رايح حق الدوري شنو شفت عندك رجال بالملعب ما تاثر من الملعب ما تاثر طلع منه لاعب شيء من يحضر حلو قادسيه وطن حلو قادسيه داخل وطن وداخله وطن الله 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 مستحيل ما يتاثر بلاعب لو لاعبين عادي حلو قادسيه طلع في منافسين معك الكويت العربي سالميه كاظمه ما شوف والنعم فيهم بس ما شوف كيف كنت متاخر مره ماخذ دوري اوكي بس انت متى اخر مره اخذت قاعد تشوف بالدوري انت سؤال متى اخر مره اخذت دوري اخذت العاب لا اول تلعب لا اللي قبل لا بس قبل بس شلون تقيم نفسك انت بتاخذ دوري شلون باخذ دوري عند ريايه بالملعب حلو عاضرين اليوم وكم 2-0 نتيجه مرضيه صح انت مستانس لا مو مرضيه 4-3 الله 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 بس القدشيه تعرفهم قدام الفريق الصغير والله ما لعب قدام العربي اشد حيلي ليش العربي ماخذ دوري بطل اللقب اوكي ما بكرونه كرونة اوكي كنا تيم صح إيه؟ بس الحين ما يقدر ياخذها انت تروح المدرسه الف ولا باء مجموعه الف زين حلو شو اليوم شنو الاداء القادسيه كم متقيمه كم من 10 صراحه 8 لان المدرب مسوي خطه مريح اللاعبين للمباراه الجايه مريح اللاعبين منو باقي مو ملعب لا شوف الحين توهم داشين الشوط الثاني الشوط الاول مريح لاعبين اللي هم الاساسيين
والحين تو يدخل اللاعبين الاساسيين بحيث انه يشتركون يعني. وصراحة تفكير رائع من مضوي صراحة، أهنيه على هالخطة هذه. تقيم نفسك منافس هالسنة؟ اي منافس وبقوة، ديروا بالكم. وانتهت المباراة 2-0، نتيجة شنو؟ نتيجة ممتعة بالعكس. ممتعة؟ اي بس الناس فازوا احنا اللي فوز أربعة بلنتي هذه مصيبة أبو سعيد. بعد المباراة يعني أبو سعيد احنا نتكلم بواقع. العربي قاعد يستفيد من الأخطاء التحكيمية من الموسم اللي طاف والكويت الآن، البوصلة متجهة حق العربي والكويت، كانت البوصلة مع الكويت. حلو. الحين الأونلاين وصلها حق العربي. أبو سعيد أنت إعلامي كبير وأنت ملك المدرجات وتعرفها أبو سعيد، وأنت معانا أول بأول. 5 سنوات ياخذونه بحكم دنماركي، ياخذونه بسكور شيت، ياخذونه بمحكمة التمييز. هذه الأمور هذه عارفينها يا حبيب قلبي أبو سعيد. يعني ممكن أنت انظلمت، بس وكل السنوات انظلمت. أنا لي 3 دوري من ال5 سنوات هذه. ايه؟ يفترض الحين أنا 21. حلو. 17 مع الثلاثة يفترض أن عندي 20 دوري. ايه؟ الاتحاد الكويتي يحاول يطيح القادسية، لكن القادسية أبى أن يقف شامخا. الأسبوع الجاي مع سلطان وسيف وعندنا لاعبين كراشد ما وقع أخذوه بعد، راح أطقك بالكاس. طقيتك بالكاس وراح أطقك بالدوري ولحق على الكويت، لأن العرباوية قاعد يقولون إذا ما بست عليه، إذا بست عليه قلت تعال روح الكويت. راح أطقك الجولة الثانية والجولة الثالثة مع الكويت، راح أخلص عليهم وما يفيدكم لا تمييز ولا محكمة ولا سكور شيت. وشنو اليوم 2-0 نتيجة منطقية مريحة حق القلب، قبل لا تروح حق منهم؟ حق حامل اللقب. حق منهم؟ احنا هالسنة يعني نبي كل شيء، نبي 4 بطولات. ولا تقول لي العربي، ما العربي لأن منو العربي؟ حامل لقب. حامل لقب. انت من متى ما اخذت اللقب يا حبيبي؟ اوكي انت من متى انت بتاخذ؟ ما اخذت الدوري. انت تبي نفتح سوالف؟ لا انت بتاخذ مره. تبي نفتح سوالف؟ لا ما نبي. ليش انت تحكم وحكم؟ تقول من العربي؟ اسمعني، من العربي؟ العرب باخذ الدوري. حكام ولويه. ليش ظروف؟ ظروف. وصلنا هذا دوري ياخذونه بدون جمهور. الجمهور قبس عيل، الجمهور قبس، والكل يدري انا مظلوم وهالسنه باخذ كل بعض البطل. الاحيان انظلمت صح، بس مو دائما انت مظلوم. لا دائما. يعني ليش ما تقول العربي زين؟ لا العرب مو زين. الحين شو الحين انت رايح لهم الجوله الجايه؟ يقول لهم ذهبوا نفسكم وامشوا. انا اقول لك لا تجون مباراه، لان احنا فايزين. فايزين خالصين. خالصين. واليوم مبتسم 2-0. سؤالك مو محل. لا تستانس وايد، لان الناس قاعد يفوزون 4. انا خليني اوصلك معلومه. انا هني عشان اوصل معلومه. الناس فازوا 4، الاخضر فاز 4، والابيض فاز 4، وانت 2، والابتسامه شقاقيه. الاحمدي كلها درج. واما بعد هذول اللي تسولف عنهم، هذول اللي تسولف عنهم ما يقدرون الا على بعد هالفرق الضعيفه. ليش انت فايز على منهم؟ احترامنا. اقول نفس حبيبي قدام جبيلهم اللي يسنعهم ويعلمهم شنو الكره. اخذت الدوري الان حبيبي. الدوري انا احترامي الشعري. دوري كورونا هذا. واللي قبله تحصيل حاصل دوري. واللي قبله وسعيد. لا نفتح بيبان. انت من متى اخذت؟ لا 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 5 سنوات. خمس سنوات. لا نفتح شويه. لا نفتح والغادسية. حط كاميرتك على المستطيل الاخضر. حبيبي هم قاعد ياخذونه برا المستطيل الاخضر. 5 سنوات. 5 سنوات. نعم. والكل يدري بهالكلام. 5 سنوات انت قاعد تاخذ من الغادسية البطولات، وقاعد تاخذ من الغادسية النقاط برا المستطيل الاخضر. يعني انت مظلوم 5 سنوات. نعم. جابلني داخل المستطيل الاخضر. انا حجمك واعطيك قدرك وامشيك على الصراط المستقيم. انا قلت لك سنين وبنين هالكلام. كورونا نستهم. انا حدد اياك. اقول انا حدد. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام لختام هذه الحلقه من حلقات برنامجكم الجماهيري وراهم شو. 3 مباريات شفتوها معنا من خلال هذه الحلقه. الاولى العربي والتضامن، الثانيه الكويت واليرموك، الثالثه القادسيه والشباب. مبروك العربي وجماهيره، مبروك الكويت وجماهيره، مبروك القادسيه وجماهيرهم كجوله اولى، سواء هالثلاث مباريات او المباريات الثانيين. نشوف وفره في الاهداف، نشوف اهداف مميزه. دائما الجماهير تحب الاهداف. كل ما زاد المعدل التهديفي ونسبه الاهداف في المباريات، كل ما كانت الاثاره حاضره وموجوده ومميزه. تنويه بسيط، طلب بسيط من ادارات الانديه ومن الهيئه، موضوع المدرجات. دائما نقول حق الجمهور ودنا ان الجماهير تحضر. دائما ان نقول الجماهير ملح الملاعب. دائما نقول لاعب رقم واحد هو الجمهور. اذا طالب الجمهور يحضر، خاصه الاجواء حلوه ومميزه ما شاء الله. شفنا حضور جمهور القادسيه، جمهور الكويت، جمهور العربي. الجماهير تحضر. ها نبي تكون اماكن جلوس الجماهير على الاقل نظيفه، على الاقل مرتبه. بعض الانديه مشكلتهم ان الهيئه ما قاعد تهتم بالانديه، لان انديه قابله حق الازاله، مثلا النادي العربي. فنشوف مكان جلوس
جمهور النادي العربي شوي يعني ما هو المكان على صبه قاعدين الجمهور، فالله يعينهم. عندك نادي الكويت ايضا المدرجات الكراسي بعض الكراسي فيها يعني مهمله نوعا ما، ايضا نادي الشباب اليوم عدم النظافه في المدرجات، فاتمنى من ادارات الانديه من الهيئه ترتيب عمليه جلوس الجماهير حتى ان المشجع يحضر على الاقل مكان نظيف مكان مميز حتى انه يحضر فيه. كل الشكر لكم، دائما نقول لكم انتظرونا ترقبونا تابعونا في وراهم وراهم شو. مع السلامه. شرقي غرب مثلك ونترقب رايك يا جمهور.